من صميم إرادتنا التي لا تعرف الملل وبعزيمتنا الصادقة ذات الهمة التي ينزاح عنها الكلل، نستهدف أن يصل رأس مال شركتنا شركة دواجن الدوحة إلى مليار ريال، كما نستهدف أن يصل إنتاجنا من الدواجن إلى 70 مليون طائر سنوياً. ولم لا؟ فلدينا مجموعة متنوعة من الأنشطة في مجال الدواجن، قائمة على أسس صلبة تطبق أحدث النظم الإدارية في إدارة المنظومات والمنشآت، متطلعين من خلالها ليس إلى التوسع محلياً وإقليمياً فحسب، بل نتطلع إلى العالمية على كافة المستويات. ولأننا نعد أنفسنا جزءاً فاعلاً من التركيبة الاقتصادية المتنامية في البلاد، نسعى إلى استقطاب كافة الكفاءات والخبرات الوطنية والعالمية في كل أنشطة الشركة، مع التركيز على الشباب السعودي من الجنسين، وذلك تماشياً مع تطلعات المملكة الجديدة في تدريب وتأهيل جيل الشباب السعودي الجديد القادر على إدارة زمام الأمور الوظيفية في كل المجالات، لنكون الخيار الأول للمستهلكين وأيضاً نحقق الريادة في الأسواق المستهدفة. ولأننا نعمل على دمج عنصرين أساسيين للارتقاء والتميز بعملنا، وهما دعم الأمن الغذائي للمستهلك المحلي والعربي وتقديم أجود منتجات الدواجن المذبوحة إسلامياً بقيمة عالية وأسعار مناسبة، مع دقة المراعاة لتحقيق أعلى مستويات السلامة والصحة والأمن الحيوي، كما نطمح إلى الرقي بصناعة الدواجن في الشرق الأوسط لنتنافس مع أفضل المواصفات العالمية، وذلك بالاعتماد على أفضل وأكفأ الخبرات المتوفرة وباستخدام أحدث الأساليب والتقنيات نستعرضها برحلة تبدأ خطواتها من هنا. أولاً، تربى ملايين الطيور سنوياً في المزارع حيث يتم رعاية الدجاج في ظروف ملائمة ويغذى على أعلاف نباتية عالية الجودة، ولا يوجد أي استخدام للمضادات الحيوية، مع التركيز دائماً على المواد الطبيعية في العلاجات. ثم تنقل الطيور إلى مصانع دواجن الدوحة، أحد أكبر مصانع الدواجن في المنطقة، في عملية تتضمن تنظيماً دقيقاً وآليات عمل متطورة، حيث تستخدم تقنيات تعقيم عالية للشاحنات أثناء دخولها وخروجها من المزرعة لضمان صحة وسلامة الطيور. تصل الطيور من المزرعة إلى منطقة التفريغ المزودة بنظام تبريد وتهوية متطور، فضلاً عن خاصية الإضاءة الزرقاء الخافتة التي تساعد الطيور في الحفاظ على هدوئها أثناء عملية الانتظار. هنا يتم تعليق كافة الطيور، تعلق من قبل العاملين من أرجلها تسهيلاً للعملية التالية، وهي الذبح حسب الشريعة الإسلامية باستقبال القبلة لكل من الطير والذابح. ثم تنتقل الطيور إلى عملية إزالة الريش والتنظيف الكامل من الداخل والخارج، وبعدها تنتقل إلى نفق التبريد المطور، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، وذلك لتجفيفها وتحضيرها لمرحلة التغليف. يستقبل المصنع المئات من الطيور يومياً من المزارع، تمر جميعها بمراحل إنتاج مختلفة، إذ يتم تجهيز مئات الطيور بالثانية الواحدة بتقنية متطورة وجودة عالية. تضبط لوحة التحكم المركزية إيقاع هذا الأداء التكنولوجي لتضمن سير العملية التكنولوجية بكفاءة، كما تقوم بتصوير وتصنيف الطيور على حسب الجودة إلى فئات. هنا يتم تجهيز الدجاج المخلي حيث تزال العظام، ثم تتولى أجهزة فحص متطورة مسؤولية التأكد من خلوه من البقايا ولضمان الجودة والسلامة. تشكل سلامة الغذاء محور عمليات الإنتاج داخل المصنع عبر منظومة الجودة والنظافة المتوائمة مع متطلبات المواصفات القياسية العالمية، محاكياً المواصفات القياسية الخليجية. إلى هنا يصل الدجاج المخصص للتقطيع، إذ يستقبل هذا الخط مئات الطيور بالدقيقة ليتم تقطيعها وتحديد أوزانها وتغليفها باستخدام تقنيات جلبت خصيصاً لمصنع دواجن الدوحة لضمان التوزيع المتساوي والدقة بالوزن. يقدم دجاج الدوحة أكثر من منتج مختلف، منها الدجاج الكامل والمقطع والمخلي، الذي يتيح للمستهلك مرونة الاختيار. أدخل مصنع دجاج الدوحة طرق تغليف متطورة لمنتجاته في عبوات محكمة الإغلاق تضمن أعلى درجات النظافة وتحافظ على الجودة وكامل القيمة الغذائية للمنتجات. بعد تغليف المنتجات تذهب مباشرة إلى مستودعات تخزين مزودة بأنظمة عالية التقنية
تضمن الحفاظ على المنتجات بكامل قيمتها الغذائية لتصبح منتجات دجاج الدوحة جاهزة لنقلها إلى منافذ البائع.